قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شك عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا أيضا حكم من أحكام الصيام، ومسألة من مسائله، وهو الصيام في السفر، أو حكم الصيام للمسافر. الله عز وجل في محكم تنزيله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن عندنا صنفان من الناس دلت هذه الآية على حكمهما، وهما المريض والمسافر. وكان الشيخ لم يتحدث الحقيقة في كلامه عن المريض، وإنما تكلم عن المسافر، وكذلك أيضا عن الشيخ الكبير، وكل ذلك إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليه بما يسمح المقام. فأولا، المسافر من تيسير ديننا وحكمة أحكامه أنه راعى أحوال الناس، وأن الأحكام شرعها الله عز وجل على حسب قدرة المكلف وعلى حسب استطاعته، ولهذا قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا أبدا مهما لحق المكلف من مشقة فإن التيسير يصحبه، يتعبد الله عز وجل على قدر طاقته، إذا كان صحيحا معافى فإنه يأتي بالمطلوبات على وجهها وعلى تمامها، وإذا ما طرأ عليه طارئ من الأعلال الشرعية والمرخصات الشرعية فإنه حينئذ ينتقل إلى الحكم المخفف، وهذا من لطف الله عز وجل وحكمته وعظيم منته على عباده، كما أنها مظهر جلي من مظاهر ديننا.
وعوارض الضعف في الإنسان كبيرة وكثيرة، من السفر ومن المرض ومن الجهل والنسيان والخطأ والإكراه، في أمور كثيرة. كل هذه إذا طرأت على الإنسان فإنه يأتي التخفيف، يأتي من الله سبحانه وتعالى التخفيف. ولهذا يعقد الأصوليون بابا كاملا في هذا يسمونه باب الرخصة، باب الرخص، لأن الأحكام نوعان، إما عزائم وإما رخص، فالعزيمة هي على أصل الحكم ثم تأتي دونها الرخصة، وهي التي يترك من لا عنها الحكم لمعارض الراجح، يترك عنها الحكم أو ترك الحكم لدليل أو لمعارض راجح. من ذلك السفر، السفر من أسباب التخفيف، وإن كان العلماء مختلفين في ما يسمى سفرا، ما بما يكون السفر أو ما هو السفر أو ضابط السفر، فجمهور أهل العلم على أنه ما كان في حدود 80 كيلو متر فإنه يسمى سفرا. وذهب آخرون إلى أن السفر كل ما يسمى سفرا، وأنه لم يأتي في الشرع ما يحدده، وإنما تركه لأحوال الناس وظروفهم. والواقع أن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة ومختلفة في حساب المسافة، باعتبار أنها نقل لأوضاع للنبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها 20 يوما و18 يوما في وقائع أسفاره، وأقل من ذلك وأكثر. ونقول كذلك أيضا لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تسافر 3 أيام ويوم وليلة بأربعة برد، ونقول متكاثرة ومختلفة في تحديد، أو لا يمكن أن يتجلى منها ويتبين منها تحديد بالضبط ما يسمى سفرا فيما يتعلق بالمسافة. ولعل الأحوط الحقيقة هو أن تكون مسافة السفر فعلا ما كان 80 كيلومترا، فما كان في هذه الحدود فإنه يعتبر سفرا، وما كان دون ذلك فلا يسمى سفرا. هذا هو الأحوط، والخلاف في ذلك قوي جدا. إذا كان الأمر كذلك فإن المسافر إذا سافر فإن له أن يترخص بالإفطار وبقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، هذه يقصرها 2 ركعات ما دام أنه مسافر. أما الجمع بالنسبة للصلاتين، صلاة العصر والظهر وصلاة المغرب والعشاء، فإن الجمع هذا ليس مرتبطا بالسفر وحده، وإنما هو مرتبط بالحاجة، فإذا احتاج الإنسان للجمع فإنه يجمع، ولهذا المريض يجمع ولو كان مقيما لكنه لا يقصر. وكذلك المستحاضة، وهي التي معها دم كثير غير دم الحيض ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فإن لها أن تجمع. وكذلك أيضا في المطر، على رأي بعض أهل العلم ليلا وبخاصة المغرب والعشاء فإنها تجمع للمطر، لأنه غالب يلحق الناس في ذلك مشقة. هذه تدل على أن الجمع ليس مرتبطا بالسفر. والحديث هو عن السفر، فمن أحكامه القصر بحيث يقصر الرباعية 2 ركعات، وكذلك أيضا له أن يفطر. ونتكلم عن الحديث ثم نأتي إلى بعض شيء، إلى شيء من أحكام السفر التي يدل عليها هذا الحديث والحديث الذي بعده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، يعني حينما فتح مكة، وكان ذلك في العام 8 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في رمضان. قيل إنه خرج في اليوم 10، في اليوم 10 من رمضان توجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وكان فتح مكة في رمضان، وحصلت مغازي كثيرة في رمضان. عام الوفود كان في رمضان، سنة الوفود كان في رمضان، وغزوة بدر كانت في رمضان،
وأيضا وقائع أخرى للمسلمين في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت في رمضان كحطين وغيرها كانت في رمضان. فرمضان كان عند المسلمين كغيره من الشهور من حيث إنه لا ينقطعون عن أعمالهم المعتادة في السنة حتى بما فيها الجهاد والغزو مما ينبغي أن يراجع الناس المسلمون فيه أنفسهم في هذه العصور. وأن العبادة في رمضان لا تعني الاقتصار على أن يعتكف الإنسان في مسجد وإن كان ذا خير كثير ويقتصر على قراءة قرآن وهذا خير كثير، ولكن أي عمل يزاوله وينفع به نفسه والمسلمين فإن هذا يتقرب إلى الله يتقرب به الله عز وجل طوال العام، ولكنه أيضا في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة يزداد فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في فتح مكة في رمضان، وقيل كما قلنا في العاشر من رمضان، قال فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا منطقة عسفان، منطقة عسفان معروفة الآن، تبعد عن مكة حوالي 164 كيلو، ولا زال اسمها الغميم، يسمى الغميم أو يسمى قال إيش لها اسم برقاء الغميم، أظن يسمونها برقاء الغميم أو قريبة من هذا، وهو معروف المنطقة معروفة، وهي في منطقة عسفان على خط معروف على خط الخط المدينة مكة اللي يسمونه الآن خط الهجرة، فمعروف وادي عسفان معروف، منطقة عسفان معروفة 164 كيلو تقريبا. والكراع اسم لكل ما انساب من رؤوس الجبال، إذا كان جبل له رأس منخرط يسمى كراع، يسمى كراع. لا مانع أن نتكلم قليلا الحقيقة عن مسألة مهمة، وخاصة أن في الوقت الحاضر فتن فيها بعض الناس، موضوع الآثار. كراع الغميم كما قلنا معروف، وكثير من آثار المسلمين محفوظة، وبخاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يجب أن نعرف أن الله عز وجل حفظ لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالتأسي به. الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحينما فرض الله علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته. لماذا؟ حتى نتأسى، لأن لا نتأسى بشيء مجهول ولا نتأسى بشيء غير ثابت، إذن لابد لكي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حق التأسي أن تكون سيرته محفوظة. هذا جانب. وجانب ثاني أنه لا يوجد في أمة من الأمم، الأمم طبعا تفاخر برجالها، وكل أمة في القديم وبل على طول تاريخ البشرية لها رجالها التي يفاخرون بهم ويتأسون بهم ويجعلونهم رمزا لهم، كما يقال رمز الوطنية ورمز، إن جئت في اليونان وإن جئت للرومان وإن جئت للفرس وإن جئت للهنود وإن جئت للعرب والأتراك وسائر الأجناس البشرية والأفارقة، لهم رجال يفاخرون بهم ويتمدحون بسيرهم ويمجدونهم ويعظمونهم ويتناقلون تاريخهم وعبقرياتهم، ولكن حينما تنظر في سيرهم لا تكاد تجد فيها شيء يثبت أو تجد فيها شيء يصمد كما يقال أمام البحث العلمي والبحث التاريخي، لا أفلاطون ولا أرسطو ولا أرسطوطاليس ولا ملوك الفرس ولا رجالات الفرس ولا رجالات الرومان ولا رجالات الهنود ولا رجالات الصين ولا كونفوشيوس ولا أزرادشت، ولا ما تجد إلا وبختنصر، تجد أشياء حامورابي يتناقلها الناس، لكن لا ليس لها يعني أي مستند تاريخي تستطيع، بل حتى يعني تاريخ الأنبياء الذي لم يكن عن طريق ديننا أيضا معبوث به عبث عجيب، لا في تاريخ موسى عليه السلام ولا في تاريخ عيسى ولا إبراهيم، إذا جئت التوراة والإنجيل كلها محرفة ولا تصمد إلى التاريخ أبدا، بحث التاريخ أبدا، ومع هذا تجد لهم التماثيل ولهم النصب ولهم وتنقل لهم قد يكون بعض آراء ما كما يقال قانون حامورابي أو في أشياء تربوية لأرسطو أو فلسفية لأفلاطون أشياء، ومع هذا يمجدونها. بينما إذا جئت إلى تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ حفظ لا يقبل الشك البتة، لا من خلال القرآن الكريم ولا من خلال صحيح السنة، حفظ لتاريخه
لتاريخه عليه الصلاة والسلام ولسيرته حتى أنفاسه محفوظة، حتى اضطراب لحيته منقول لنا نقلا صحيح. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتأسبي، فلما أمرنا الله بالتأسبي أعاننا على حفظ سيرته، فسيرته محفوظة. ولا تظن فقط حينما أقول محفوظة نعني بها فقط سيرة ابن إسحاق ولا سيرة ابن هشام ولا في تاريخ الطبري ولا تاريخ بكر، هذه نعم طيبة ومصادر طيبة، لكن هناك ما هو أثبت وهو القرآن، القرآن وصحيح السنة البخاري، فمحفوظة. وبودي يعني لطلبة العلم أنهم يعني يتأملون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النقل الصحيح. وحينما نقول السيرة لا تعني فقط السرد التاريخي لحياته عليه الصلاة والسلام ومغازيه وأحواله في سفر، هذا لا شك أن هذا هو المفهوم العام للسيرة هو صحيح، لكن يجب أن تفهموا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في كل قول وفي كل فعل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي صيغة حديثية تفهم منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق من خلال أخلاقه، من خلال نصائحه لأصحابه، لأمته، توجيهاته، أفعاله هو عليه الصلاة والسلام، كل شيء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أن صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني سيرته ويعني جزءا من حياته عليه الصلاة والسلام. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، والأسوة هو بهذا الشيء المحفوظ من القرآن ومن السنة. وإنك على خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحتى آيات العتاب وحتى أحواله مع أهله مع زوجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن. صورة حية لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لحياته مع نسائه، لحياته مع وأيضا حتى مع في علاقته مع الناس، يا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر ما دفعه الذكرى، يا أيها النبي لم تحرم ما تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم، إلى آخره. عسى ربه إن طلقكن يبدل له أزواجا خيرا منكن. سيرة حية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك لو قرأتها وتأملتها وجدت أنك ترى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا كأنك تعيشه بكل أحواله البشرية وبكل العلاقات مع أصحابه، مع الأغراب، مع البادية، مع الحاضرة، مع المسلمين، مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع الزوجات، مع الأحوال، مع المرضى، مع المسافرين، حي حي. لم يحفظ أبدا سيرة أحد كما حفظت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا إشكال فيه من حيث التأسي ومن حيث ما يجب على المسلمين أن يعرفوه من سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموه أولادهم وناشئتهم في كل مراحل تاريخهم وعصورهم. لابد أن الناس يهتموا بهذا ويجسدوا حياة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حياة الصحابة الكرام الذين هم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، والذين قال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمحفوظ السيرة ومحفوظ مما أيضا يتعين على المسلمين ويتحتم أن يقرأوها وأن يعرفوها وأن يتأسوا بها، هذا جانب، وهذا لا إشكال فيه. كذلك فيما يتعلق بالسيرة، فيما يتعلق بالمغازي وفيما يتعلق بكل ما حفظ من سيرته، قضية الآثار أيضا، المواقع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها محفوظ، كثير منها محفوظ في مكة وفي المدينة وفي خيبر وفي تبوك وفي المسافة كلها ما بين تبوك وخيبر والمدينة ومكة وبين مكة والمدينة والمغازي، سواء قبل نجد أو قبل اليمن وقبل كل الجهات التي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة، في حنين، في غار حراء، في غار ثور، في بدر، في العدوى الدنيا، العدوى القصوى، إذا جينا أحد، في جبل الرماة، في جبل أحد، في معالم المدينة محفوظة، معالم مكة محفوظة، في 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 وثابتة، يعني أثبت من أي تاريخ آخر، أثبت من أي تاريخ من آخر. لكن ما هو مصدر التأسي؟ مع الأسف أنه في الوقت الحاضر
صار هناك تعلق بالآثار أكثر من ذي قبل. يعني عندنا جانبان الحقيقة، جانب تعلق الناس بآثار الصالحين، والجانب المعاصر التعلق بالآثار المتعلقة بالبناء والبنيان والمواقع الأثرية. هذا جانب يجب أن يتوقف عنده المسلم، وبخاصة طالب العلم، وبخاصة الذي يتسنم التوجيه والتربية وتوجيه الناس، لأنه مع الأسف العامة يعني يتعلقون بهذا، يتعلقون بالآثار، يتعلقون بالصالحين تعلقا منحرفا. ومن السهولة جدا أن تنحرف العامة إن لم يتدارك الله عز وجل بعلماء مصلحين صادقين على بصيرة. من السهولة جدا للعامة أن تنحرف، ومن السهولة جدا سلوك مسالك البدع. وهذا عجيب في الناس، عجيب أن الناس تنحرف. يعني المتأمل يعني يستغرب، ولهذا الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه من مسالك الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالناس إقبالها على الأشياء هذه شيء عجيب، ولهذا مسؤولية علماء كبيرة جدا. ومع الأسف أن علماء المسلمين من قديم يعني من مئات السنين فرطوا كثيرا في هذه القضية، في قضية حفظ العامة وتنبيههم والتمسك بالسنة الصحيحة. فالكلام على الآثار من جانبين: جانب آثار الصالحين، وجانب الآثار الجوانب الأثرية في الأرض من البنايات ومن المواقع وقد يكون المهم عندنا هنا الجوانب الأثرية. الوقت الحاضر مع الأسف الغزو المعاصر من الكفار ومن الغرب بخاصة، الغرب هو الذي تعلق بالآثار، وهو الذي جعل الناس يتعلقون كثيرا بالآثار على النحو الذي نراه، لأنهم أولا تركوا الدين، الغرب تركوا الدين وتعلقوا بالوطنية، ولم يجدوا ما يتمسكون به ويجعلون الناس تقبل على الوطنية إلا إحياء الأشياء القديمة والمفاخرة بالقديم، فراعنة وفينيقيين وآشوريين ورومان ويونان وطبعا حاولوا أن يبثوا في جميع الأمم التي دخلوها بما فيها بلاد المسلمين أن يجعلوا كل إقليم وكل قطر يتعلق بتاريخه القديم، بل حتى يتجاوزون أصل الإسلام. ما في أعظم فخر من الإسلام، يذهبون إلى الجاهلية ويذهبون إلى قوم عاد وإلى سبأ وإلى ماذا الفينيقيين وآشوريين وفراعنة، بينما حقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تعني أي شيء، إنما أدركوا أن الناس تتعلق بهذا. بأي شيء أن نفاخر بإهرامات أو نفاخر أو بمعنى نجعلها هي مصدر اعتزازنا، ونأتي إلى آثار بعلبك، ونأتي إلى آثار سبا، ونأتي إلى آثار ديار ثمود، ونأتي إلى أشياء عندك أن أشياء منحوتة إلى آخره. فجعلوا الناس ينصرفون يتعلقون بها تعلقا بحيث تكون هي فيها الولاء والبراء، وبحيث أن الذي يمسها كأنها يمس أعز ما لدى الأمة من تاريخ، بينما هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ومع الأسف أن الدول الضعيفة تمسكت بهذه القشور. وما هي النتيجة الحقيقة؟ النتيجة أن كثير من الدول اللي اعتبرت نفسها سياحية وهيئت لهذه الآثار، هيئتها لمن؟ ما هيئتها إلا للغرب، ليأتي الغرب يتمشون ويأتون مجرد فرجة، بينما وأهل البلاد ماذا استفادوا؟ قد يستفادون ناحية اقتصادية، لكن ثم ماذا؟ لا ترجع حقيقة يعني كشيء حقيقي يرجع للأمة أبدا، ألبتة ما في أي أثر حقيقي بما يسمونه نهضة الأمة وتقدم الأمة، إنما مجرد تمسك بقديم وتمسك، بل حتى تحللوا حتى عن المبادئ الحقيقية والقيم الحقيقية، فيحيون تراثا قديما، إما رقص قديم وإما أشياء قديمة وأشياء لا قشور أقل من قشور، إن كان هناك شيء في اسمه أقل من قشور. مع الأسف أن هذا هو الانقلاب الذي حصل في الفهم للآثار. جاء فهم آخر أو يوجد فهم آخر، وهو قضية التعلق بالآثار التعلق الديني، وهذا مع الأسف هو أيضا الانحراف. هذاك الأول قلناه
يتعلق بما يسمونه بنهضه، وتقدم ما اسمن ولا اغنى من جوع، لا تقدمت امه ولا ولا، انما مجرد كانت بلاد مفتوحه لياتي هؤلاء لينفسوا عن انفسهم في اجازاتهم، ياتوا مجرد يتمشون على هذه القضايا وانتهت القضايا، وهذا الحال. ولا تستفيد الامه شيئا البت ابدا الا كالرسومات ووجود صور وتتنامى هذه الصور اما على شكل تماثيل واما على شكل اوراق، وهذه القضيه تاريخ قديم وانتهينا. الجانب الثاني الجانب العبادي، وهو التعلق بالآثار من حيث تعبد الله عز وجل بها، وهذا الخطير، هذا هو الخطير. الآثار يا إخواني كما قلنا لكم آثار الإسلامية ثابتة، وهي من أثبت الآثار في التاريخ، لأنها فعلا محفوظة، لأن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة. لكن ما هو موقفنا من الآثار؟ الموقف الديني من حيث أخذ العبرة، هذا صحيح في قوله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم. فهم التاريخ وفهم سنن الله عز وجل في الناس، وأن فعلا من 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 اتقى وآمن أنزل الله عليه البركات، ومن كفر يخشى عليه العقوبة، ومن عصى أيضا يخشى عليه العقوبة ونحو ذلك، هذه أمر ظاهر، ولهذا أمر الله عز وجل أن نسير، ولهذا قص علينا القصص وأبقى لنا حتى الآثار، من أجل أن فحينما يتكلم عن عاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد حفروا الصخر بحيث بقوة، حتى عاد قالوا من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من قوة، وكانوا بآياتنا يشهدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون، وآثارهم باقية. إذا كان على هذا النحو وننظر، هذا ما في إشكال، بحيث ننظر كيف يعني شداد وعندهم حضارات أشياء ومع هذا ذهبوا، إذا كان بهذا النحو هذا هو المنهج القرآني وهو المنهج الصحيح وهو المنهج الإسلامي في الاعتبار، كما أننا حينما نزور القبور للاعتبار كذلك هذه الآثار للاعتبار. ومثلها إذا رأينا مثلا غار حراء وغار ثور، ورأينا ما كابد النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، وكيف بذل، وكيف أيضا فعل السبب لماذا ذهب إلى غار ثور بهذه الطريقة، وكذلك أيضا حينما نعرف تخفى واتخذ دليلا واتخذ مرشد وأخذ أبا بكر، وكانت أسماء رضي الله عنها تتخفى فتأتي بالطعام، وكان الراعي يأتي بغنمه حتى تضيع أثار الأقدام إلى آخر أشياء، هذه صحيحة يعني بمعنى نتخيل منها ونتصور تصور حقيقة كيف النبي صلى الله عليه وسلم معانا، وكيف أن طريق الدعوة شاق، وكيف أن الله سبحانه لو شاء لأعز نبيه بين عشي وضحاه ولا هدى الناس جميعا، لكن الأنبياء بإذن الله يرسمون للدعاة طريقا، وقال لأنبيائه ليس عليك هداهم، وقال لهم إن عليك إلا البلاغ، وقال لست عليهم بمسيطر، وقال فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذا كنا هذا هو فهمنا للآثار فأنعم وأكل، وكذلك حينما نقف على موقعة بدر أو على أحد على هذا النحو، وحينما جبل الرماه وننظر كيف المعصية كيف صار كيف عصوا القائد إلى آخر، هذه دروس واضحة، ولهذا القرآن حي مثلها لنا حية، القرآن بينها لنا حية، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثله قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم، وإن يمسسكم قرح نظر التخفيف علينا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم إلى آخر أشياء حية. فالإنسان إذا كان مر على هذه الأثار وهو يتصور هذا التاريخ الحي، هذا هو المقصود، هذا هو النظر في الآثار. حمثلها إذا رأيت مثلا غار حراء، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد الله به من هدايته ومن فضله ومن نعمته، كيف هداه بهذه الطريقة، وكيف ترى مسافة بعيدة من الحرم إلى جبل حراء، ويمشي ويتحنث الأيام ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها، ويجلس ويتعبد. إذا كان على هذا النحو أنعم وأكل، لكن مع الأسف أن الأمر غير ذلك، ولهذا قلنا لكم إن آثارنا هي من أثبت الآثار في التاريخ، لكن ما هو موقفنا منها؟ بل الشاهد وكرع الغميم. إذن نحن لنا عدة أمور، أولا آثار الذين ظلموا لنا منها موقف، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها إنا وأنتم باكون، وأنسى إذا دخلها لا يدخلها ويجلس فيها طويلا وإنما يعتبر،
وهي مكان 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 غضب الله عز وجل ومقته ومكان الكفار ومكان الظالمين. فيدخل الإنسان ويتوجس ويدخل له باكي، وإلا يبكي في اللي تباكى، لأن لما يخشى أن يصيبه ما أصابه. إذا كان هذا هو الاعتبار الحي فهذا هو المقصود، لكن الذي يحصل خلاف ذلك مع الأسف. هذا جانب. الجانب الثاني أنه إذا ثبتت آثار، وآثارنا كما قلت من أثبت الآثار في التاريخ، أن الأثر إذا ثبت ليس له فضل وليس له بركة وليس له قداسة إلا إذا كان فيه نص يعطيه خصوصية. غار حراء وغار ثور ثابتة لكن ليس له فضل. لماذا؟ لأن الفضل والخصوصية والبركة هذه شيء ليس إلينا، لا نعطي نحن خصوصية ولا نعطي فضل ولا نعطي، ليس إلينا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، وهو الذي يعطي البركات أو يضع البركات فيما يشاء وفي من يشاء. فالله عز وجل اختار البيت المسجد الحرام، واختار مكة، واختار المدينة، واختار بيت المقدس وبلاد الشام، جاء النص أنها مباركة. فالذي جاء وأحيانا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فاتح القسطنطينية، نعم الأمير ونعم الجيش جيشه ونعم الأمير أميرها، فالأشياء التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو دل عليها القرآن على العين والرأس. أما غيرها لما ما نملك، ما عندنا حق ولا صلاحية أن نقول هذا مبارك، ولو كان مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان، لأن ما نملك أن نضفي على أي مكان قداسة ولا أفضلية ولا بركة. فإذا حتى ولو ثبت الأثر فإنه ليس لنا أن نضفي عليه أي خصيصة ولا نعطيه أي ميزة. الاعتبار نعم، الاعتبار نعتبر حتى مكان الكفار كما قلنا لك، وحتى مكان يعني ديار الذين ظلموا أنفسهم محل اعتبار، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كل اعتبار واقتداء وتأسي. لكن قضية أن نعطيه خصوصية، أن نعطي المكان خصوصية من غير دليل، هذا ليس إلينا، وهذه قضية قاعدة في الأثار. قضية ثالثة وهي أن الأثر إذا خشي أن يفتتن الناس به وأن يؤدي إلى انحراف في عقيدتهم وعبادتهم لابد أن يزال، لأن عمر قطع الشجرة لما رأى الناس يرتدونه ويذهبون إليه وخشي أن فعلا يفتتن به قطعه. فإذا وجد أثر وخشي على الناس من أن يفتتنوا به وعبادة أو تمسحا أو فلابد أن يقطع. لماذا؟ حتى نقطع مادة الشرك، حتى نقطع مادة الشرك. ولهذا قلنا لكم مع الأسف يا إخواني أن التعلق بأثار الصالحين كان تعلقا غير صحيح، ووجد في الأمة انحراف كبير حتى في بعض صوره قد يكون خروج من الملة، بمعنى أن يدعى غير الله وأن يسأل غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يدعى غير الله وأن يطلب تفريج الكروب وإزاحة الهموم طلب المدد والحوائج وإصلاح الأولاد ورزق الأولاد والعقم تطلب من الأموات وتطلب من الأضرحة. هذا حق الله، ما حد حق الله عز وجل، لا يجوز أن يصرف لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إلى ولي صالح ولا. أرأيت كيف الانحراف؟ إذن القضية هذه مهمة جدا في فهمنا. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم في العصر الحاضر ابتلي الناس بالآثار وصاروا يمجدونها ويعتبرون تاريخ الأمة، وهذه هذه هي تحكي تاريخ الأمة، والأمة هذه مجيدة، والأمة هذه تضرب أعماقها في التاريخ، وكلام الإعلام المهول في كتب التاريخ وكتب أحيانا المدرسية وأحيانا في وسائل الإعلام يمجدون لهؤلاء من آلاف السنين، وهذا أثر من آلاف السنين. ثم ماذا؟ إذا لم يكن المقصود الاعتبار، وإذا لم يكن يعني اللي تفاخر بآبائك وأنت فبئس ما خلفوا، ثم ما أنت من أذل الناس، ثم ماذا؟ فالقضية في هذا الباب يعني مهمة جدا، دعانا إليها حينما ورد لفظ كراع الغميم، وفي في في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في الفتح. فإذا هذه القضية أحب أن تكون محل عناية، وبخاصة من طلبة العلم ومن المربين ومن، لأنها مع الأسف أنه يعني فيه يعني سوء فهم وفي نوع من التمجيد مع غفلة عن فقه هذه القضية. ولا شك أن لها جوانب إيجابية كما قلنا، وجوانب الاعتبار وجانب هذه، وأيضا كما قلت آثارنا هي من أثبت الآثار ومعروفة، ما هي محل نزاع،
وفي أشياء قد تكون محل نظر، لكن نحن من 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 من, من أثبت تاريخنا من أثبت التواريخ، وفيه ما يكون نقل قطعي حتى في أثارنا، لكن ما هو موقفنا منها؟ نحن لا نشكك في التاريخ ولا نشكك في أثارنا، لكن ما هو موقفنا الصحيح منها؟ قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس. إذن المسافر في رمضان أو حتى في غيره له أن يفطر، له أن يفطر ومرخص له، لأن السفر بطبيعته فيه مشقة وقطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذا الفتح كان صائما في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، يبدو كل الأيام كان يصوم، يعني طبعا المسافة تأخذ أيام، فلما بلغ كراع الغميم كما في الرواية الأخرى أنه قد شق على الناس الصيام، الرواية الأخرى في لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني يبدو أنهم صاموا الأيام الأولى كلها، الأيام الأولى صاموا، فلما بلغ كراع الغميم أدركهم التعب والإعياء، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، قدح له الإناء، فرفعه ليري الناس حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فهو يدل أولا على أن الصائم له أن يفطر ولو كان قد عقد الصيام، ولو كان أصبح صائما، ولو كان أصبح صائما، وهي بعض الروايات كما معنا: فدعا بقدح من ماء بعد العصر، مما يدعى أنه صام أكثر النهار ومع هذا يفطر، إذا رأى أنه له أن يفطر مدى مسافر ولو كان قد عقد الصيام. بعض العلماء يقول: لا، لابد أنه ينوي الإفطار من الأصل، وهذا ما لا دليل عليه، بل هذا النص يعارضه. والأمر الثاني أن من كان محل القدوة، أو أن العلماء الأنبياء طبعا هم القدوة الأولى، وأن العلماء محل القدوة، فينبغي أن يعرفوا منزلته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد لحقهم مشقة، دعا فشرب أمامهم، ولهذا حين بعض الناس فإن يشق عليه أن يفطر، لكن لما يرى قدوة من العلماء ومن أصحاب السمت الحسن وأصحاب الالتزام والاتزان يقتدى به. وتعرفون قصة الحديبية حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وكان قد أحرم ليعتمر، فردته قريش، صدته، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، هم يعني الصحابة ما عرفوا، فأمرهم ولم يتحللوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة أم سلمة مغضبا، فسألته: ما لك يا رسول الله، أو من أغضبك؟ فقال: ما لي آمر بالأمر ثم لا يتبع كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذاك؟ قال: إني أمرتهم أن يتحللوا فلم يتحللوا. ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت: تحلل أنت فإذا رأوك انتهى الموضوع. وفعلا قام فأمام الناس حلق رأسه، وحالا تقاطر الناس حلق رؤوسه، لأن أمر غير معتاد، وكيف يعني يتحلون محرمين وأتوا إلى البيت وصدوا عن البيت، فكان شق عليه. فلما كان والأس عليه الصلاة والسلام وتحلل، أوشكوا أن يقتتلوا حتى يتحللوا، مما يدل على ما أولا ما ينبغي أن يحافظ عليه القدوة في نفسه، بحيث يكون محل قدوة ويحافظ ومحل التزام، بحيث ولا 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 يحاول أن يكون ما يبتدل نفسه ابتدالا بحيث يفقد التأسي به. والأمر الثاني ما ينبغي أن يراعيه من ملاحظة أمور الشرع وملاحظة المحافظة على السنة أكثر من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى يشوفوا الناس، حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. بعض العلماء أخذ من هذا أن المسافر الأفضل في حقه الإفطار، بل بعضهم قال أنه يحرم على المسافر أن يصوم، وهذا رأي ابن حزم والظاهرية، يقول يحرم على المسافر أن يصوم. أولا من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة، وكذلك في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يعني فيجب عليهم عدة من أيام أخرى، أخذوها على أنها فعدة، أي فيجب عليهم عدة من أيام أخرى، لكن العلماء قالوا: لا، إن أولئك العصاة يعني أولئك العصاة بأعيانهم، لأنهم فعلا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من لم يفطر في السفر هو عاصي، لا، إنما هم بأعيانهم عصاة، لأنهم فعلا النبي أمرهم فلم يأتمروا فكانوا عصاة، بينما الحديث الأخرى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى أنه هو كان صام وأفطر، والصحابة كان كما يقول: كنا منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب بعضنا على بعض. فالصحيح طبعا أنه الأمر يعني فيه سعة، وسوف يأتي مزيد تفصيل في قضية أيهما أفضل وأيهما أولى.
أن يفطر أو أن يمسك. أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني هم بأعيانهم باعتبار أنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة. وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فقوله قد شق عليهم الصيام، ذهب بعض العلم بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر في السفر إلا إذا لاحقته مشقة، بمعنى أنهم بعضهم قال إن الأولى للمسافر أن يصوم، السنة الصيام، فإذا لحقته مشقة أفطر، بدليل أنه قال إن الناس قد شق عليهم الصيام، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من سفره للمدينة كان صائما. وهذا استدل به من يقول إن الأصل في السفر هو الصيام، فإذا لحقت مشقة فليفطر. وذهب آخر وهو مذهب الإمام أحمد أن السنة الإفطار، أن السنة الإفطار ولو كان لا تلحق مشقة لأنها مرتبطة بالسفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالسفر في طبيعته في مشقة. والذي يبدو في الراجح والله أعلم أن الأمر يختلف، يبدو في أنه حسب المشقة وعلى حسب الأرفق والمسافر، الأرفق بالمسافر. فإذا كان فعلا لا يجد مشقة في السفر فإنه يصوم، أولا لأن الصيام مع الناس كما تعلمون فيه إعانة، والأمر الثاني أن رمضان وقت رمضان زمان فاضل، وما دام يلحق مشقة فيصوم، فإذا لحقته مشقة فليفطر. وعلى كل حال الأمر فيه ساعة جدا، والأحاديث تدل على المجموع على هذا وعلى هذا، فما كان فيها تشديدا في الإفطار لأنه فيه مشقة، وما كان فيه إذن بالسفر بالصيام في السفر ما يدل على أنه ليس فيه مشقة، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. نعم نعم. قال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. هذا أيضا جانب آخر فيما يتعلق كما أشرنا قبل قليل في حكم السفر الصيام في السفر، وهو يعني يؤيد ما قلناه ما رجحه بعض العلم أن الأمر يرجع إلى حال المسافر. فهذا حمزة بن عمرو الأسلمي قال رسول إني أجد في قوة على الصيام في السفر، طبعا هذا الصيام نافلة ليس الصيام فريضة، ولهذا قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، إني في بعض الروايات قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، واستدل به من قال أنه يجوز الصيام الدهر، استدل به من قال لأنه أسرد معناه أنه يصوم ولا ينقطع، يصوم كل الأيام، فهو يقول حتى في السفر إني أجد قوة، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، يعني الإفطار في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحديث صريح الحقيقة، الحديث صريح وهو في مسلم، بل حتى أصله المتفق عليه كما يقول المصنف. هذا يدل على ما ذكرنا قبل قليل من أنه أي الأمر يرجع إلى حال المسافر، فإذا لحقته مشقة فالأفضل في حقه الإفطار. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لماذا؟ حينما رأى رجلا قد شق على نفسه في السفر وكان صائما فقال ليس من البر الصيام في السفر، لأنه كان ألحق بنفسه مشقة. وكذلك أيضا حينما يكون هناك يعني داعي وباعث إما من خدمة الإخوان أو القيام به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر، أنهم ذهبوا يعين إخوانهم ويطبخون وينصبون ويحطبون، فقال ذهب المفطرون بالأجر، مما يدل على أن السفر له اعتبارات كثيرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.